أربع شلاشين. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. بناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وذراته فرائض عقدي. إن مجدي في الأوليات عريق من له من أولياتي ومجدي. تحية مصر. أيوة بقى العظمة كلها. إيه يا جلادي؟ الكلية جنن. ميرسي. ده ايه اسمه ايه؟ ده قرص الشمس المجنحة. قرص الشمس المجنحة. حاجة مصري قديمة كده. احنا نموت في مصر. ايوه. وفي مصر الحديثة. وفي مصر في كل اوقات. كل مصر. اه والله العظيم بلدنا دي مفيش زيها. احنا مصريين. ها. عايزة تقولي ايه بقى؟ هنتكلم النهاردة عن سقارة. منطقة سقارة للناس اللي مش عارفة موقعها فين، هي في غرب النيل حوالي 22 كيلومتر جنوب الجيزة. يعني منطقة من الهرم. يعني وانت من الهرم هتروح نمشي في طريق المريوطية. المنصورية. المنصورية. المريوطية. مريوطية. 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 تلخبطشين عليها. ايوه مريوطية. مريوطية. طب بقولك هي يعني ايه كلمة سقارة ولا مش معروف؟ بص لا هي جاية من إله كان موجود هناك واخد بالك. اسمه سقارة؟ اسمه لا السكر فبقت سقارة. مع الوقت. ماشي. هي الجبانة بتاعة مصر القديمة. وانا بعني مصر القديمه بقى الاسرات لغايه كل مراحل من بص من الاولى لكام؟ من الاولى لغايه العصر اليوناني الروماني. مصر ايوه مصر القديمه كلها. لان هي بعديها بحوالي 2 3 كيلومتر في منفس او ميت رهينة اللي هي العاصمه القديمه. لا دي بتاعه الدوله القديمه. عاصمه الدوله القديمه الثانيه تالي العمارنه. تالي العمارنه في المنيا. لكن منفس او ميت رهينة كانت محتفظه بقوتها حتى كمان في الوقت بتاع الجريك رومان ومرورا بقى بالدوله الوسطى والدوله الحديثه كمان. الجبانه بتاعه سقاره دي اكبر جبانه يعني المكان المقابر يعني اكبر جبانه في العالم من مساحه. دي قد ايه مساحتها؟ كبيره قوي كده؟ كبيره جدا. وفي كل سنه في اكتشافات جديده. البعثات المصريه شغاله هناك حلو قوي جامعه القاهره وعلى طول في اكتشافات جديده لمصاطب هناك. اوكي. هنعمل كذا حلقه بس خلوني الاول احكي لك ايه سقاره دي. في بقى الجزء الجنوبي والجزء الشمالي. كان فيها ايه؟ فيها اولا مقابر للكبار رجال الدوله وكانوا على طول بيحبوا يدفنوا جنب الملوك اللي هم خدموا في الفتره بتاعتهم يعني. وبعدين عندنا مقابر للملوك من الدوله القديمه، الدوله الوسطى، الدوله الحديثه، خصوصا كمان الدوله الحديثه كان في كبار رجال الدوله مدفونين هناك. ولقينا هناك للدرجه دي كبار رجال الدوله كان عندهم ولاء للملك ان هم عايزين يدفنوا جنبه. ده كان شرف ليه ان هو يدفن جنب الملك بتاعه. في هناك جبانه كبيره بتاعه العجول اللي بنسميها السيرابيوم. لقينا جبانه للصقور حورس القطط حتحور اللي هي البقره. لقينا بقى كل الحاجات دي مومياوات بيدفنوا فيها رموز للالهه بتاعتهم في الجبانات. هو كانوا يعني البقره ايه كانت ايه؟ حتحور. كانوا بيعبدوها؟ الالهه حتحور الهه الموسيقى والامومه. طب انا عايز اسالك سؤال. كانوا بياكلوها؟ يعني كانوا
ازاي كانوا بيعبدوها وياكلوها؟ ان هم مش بيعبدوا الاله كرمز حيوان. يعني انت عندك في حضاره الهند هم ده اللي كنت هسأله. ايوه بيعبدوا البقره البوذيه. بيعبدوا البقره كلحم. بالظبط بيقدسوها مش بيعبدوها. يعني بيقدسوها او يعني ايا كانت المعلومه اللي عندي المعلومه اللي عندي لانها انقذت بوذا في الغابه فبقت مقدسه بالنسبه لهم. يا رب تكون معلومه صحيحه بس اللي انا بقولها. اللي انا بص انا دي مش عارفه بس انا متاكده منه ان هم بيعبدوا البقره كلحم ودم. مش ما بقول لك كرمز. لكن المصري القديم كان اي حيوان بيتخذوا انه يبقى اله بتاعه بياخدوا صفاته المميزات اللي فيه سواء بقى بيحبوه او بيخافوا منه. اوكي تمام. فكانوا طبعا بياكلوا لحم البقر لكن هي رمز للإلهة الأمومة والموسيقى. طب إيه كمان؟ دي كلها مدافن لقيناها للحيوانات المقدسة بتاعتهم. طيب دلوقتي تعالى نتخيل إن في واحد سواء من كبار رجال الدولة أو حتى ناس عاديين عايز يبتدي يعمل مقبرته يبني مقبرته. هل الموضوع عشوائي؟ لا ما كانش عشوائي. كان في إدارة للجبانة. هو كان بيروح وبيقدم طلب بالظبط كده ويبتدوا يخصصوا زي ما بنعمل دلوقتي بيخصصوا له ارض بمرسوم ملكي وبعدين يجي يروح مكتب تاني. يعني الموضوع ما كانش عشوائي نهائي. يروح مكتب تاني يبتدي يختار النقوش الرسومات يعني المناظر قصدي اللي هو عايزها في مقبرته. من ضمن نجاح الحضاره المصريه القديمه ان كان في سيستم لكل حاجه بالظبط. حتى الدفن حتى الأراضي المخصصة للدفن كل حاجة كان معمول ليها نظام وسيستم. عشان كده هما كانوا ناجحين جدا. عشان كده ما تلاقيش مقبرة لوحديها في أي حتة. لأ المقابر كلها في أماكن مخصصة ليها. تعالي نشوف الصور ونحكي لنا عليها. حطوا لنا أول صورة كده لو سمحتوا ونحكي مع الصور. ده إيه بقى؟ ده منظر في سقارة. دي مقبرة من المقابر دي بنسميها مصطبة. والمصطبه الاسم ده جه لما كان اللي كانوا بينقبوا على الاثار زمان الاجانب كان مين بيساعدهم عمال مصريين. فهي شكل كانت مدفونه جزء منها كبير تحت الرمله فشبه المصطبه بتاعت اللي قدام البيت فمن هنا جاء اسم المصطبه. اوكي دي برضو شكل مصطبه ثانيه. فيها ايه بقى جوه؟ انا جايبه صوره لبعض الالوان. عايزه اقول لك ان بيقال ان شكل المصاطب دي بنسبه كبيره جدا كان شكل بيوتهم. اوكي ده منظر تخيلي كده. ايه اللي تحت المصطبه؟ المصطبه فيها جزء تحت الارض وجزء فوق الارض. الجزء اللي تحت الارض شايف زي البير ده اخره فيه غرفه الدفن. ده كم متر؟ في حاجات 15 متر في حاجات 15 متر؟ 30 متر. 30 متر تحت الارض؟ انت بتهزري. والله. وفي كمان بير يعني. وازاي كانوا بينزلوا الميه ويطلعوا؟ ازاي كانوا بيحفروا ده؟ اصل ده مش رمل ده حجر جيري. ما هو في طريقه بس هقولها لك دلوقتي. وريني الصوره اللي بعدها. وده ايه؟ ده برضو منظر من مناظر سقاره. شايف الكوم اللي ورا ده؟ ده احد الاهرامات اللي موجوده هناك بس اتهدم يعني. وده ايه؟ ده بقى جوه احد المصاطب. جوه المصاطب في الحاجات دي؟ جوه ايوه. يا خبر ابيض. دي مصطبه ماري روكا. واحد اسمه ماري روكا. الله اسمه حلو. ماري روكا وده التمثال بتاعه. وبص بص طبعا الالوان دي طبيعيه ما فيش ما زادش عليها حاجه. وادي ده منظر مثلا للهرم المدرج. اوكي طيب لا هقول لك حاجه. لأ انا عارف هما كانوا المكان اللي انا ساكن فيه ما فيهوش شلون ما فيهوش طرف صحي في بيارات. خلاص فانا قعدت اتفرج عليهم وهما بيعملوا البياره بيبقى حاجه مدوره كده كبيره وبعدين يبتدي يحفر حفره بسيطه ويبتدي يعمل كل الاركان بتاعتها حجر طوب يصب بطريقه معينه وبعدين يحفر وبعدين يحط تحتيه طوب. طب هي الارض ايه بقى؟ طينه رمله؟ لا رمليه لغايه وحفر 20 متر تحت الارض. حتى بص يا نهار ما هو بيحط الطوب ده علشان يحفظ عشان يحفظ على وبيلزقوا في بعض. عايز اقول لك بقى ان سقاره تحت الرمله حجر جيري. فانت بتشوف طبقات الارض. يعني في كتير قوي من المصاطب الجزء الفوقاني مش موجود وانت شايف العمق البير قد ايه. يا خبر ابيض بقول لك ساعات بيبقى 30 متر. مرعب. مرعب. طب اهم الملوك المدفونين هناك في اسامي معروفه؟ طبعا عندك زوسر من الاسره الثالثه.
ده هو اللي ابتدى يعني. هو كان في من الاسره الاولى والثانيه، لكن هو اكبر مجموعه هرميه. بقول لك ايه، مينا مدفون فين ولا مش معروف؟ لا مش معروف. مش معروف، مش عارفين. احتمال ايه بقى؟ احتمال يكون، مش عارفه ليه حاسه ممكن يكون في ابيدوس، لان انت عندك في ابيدوس. بينا في ابيدوس. في ابيدوس في مقابر اسره اولى وثانيه برضه. هو ليه مبنى كبير هناك في ابيدوس؟ لا معبد، لا ده معبد رمسيس الثاني ووالده سيتي. ومينا ملوش حاجه في ابيدوس؟ لا. اوكي، بس انت متخيله ده مقبرته اكيد هتبقى حاجه رهيبه يعني، متهيألي كده. ده اول ملك نعرفه. صح. طبعا هو اللي ابتدى عصر الاسرات. توحيد، هو اللي توحد مصر وكذا. طب في حاجه ثانيه هتقوليها ولا نكمل المره الجايه؟ في وقت نكمل شويه. طيب دلوقتي احنا لما بنقول على لما بيروحوا المكتب عشان ينقوا الحاجات، بعد كده يبتدوا بقى يخصصوا المواد البناء اللي هيستعملوها بمرسوم ملكي. وبعدين كان بيدفع ازاي بقى؟ عن طريق الضرايب. مش بالفيزا؟ لا. ناقش تقولي لي كده. طب انت عارف المثل اللي بيقول لك موت وخراب ديار؟ ده جاي منين؟ من عندهم؟ من مصر القديمه. ليه؟ ليه بقى؟ لما كان في الضرايب اللي بتدفع على طول السنين، لو هو عامل مقبره كبيره ليه هو وزوجته مثلا او اولاده، فاللي كان بيحصل ان هو ممكن يعني في واحد مات وما كانش لسه سدد اللي عليه، وابنه كمل التسديد ومات، فبقى حفيده هو اللي بيسدد فلوس مقبرة جده. فمن هنا جه ايه؟ موت وخراب ديار. ايه السر في ان اجدادنا المصريين القدماء مقابرهم موجودة وبيوتهم لا؟ المقابر معمولة من الحجر الجيري او الرملي او جرانيت، لكن البيوت استحالة كانوا يعيشوا في بيوت معمولة من الحجارة الجامدة دي عشان حرارة الشمس، فبيوتهم كانت معمولة من الطوب اللبن. عشان كده. وزي احنا عندنا لسه في الفلاحين والصعيد لسه في بيوت طوب اللبن. نورتينا يا ست جلادس، يا قمرات، ميرسي على وجودك معانا النهارده. وبشكر جلادس حداد. وخلينا نسمع دلوقتي نسم علينا الهوى من استاذ فاروق، بعد كده نرجع لكم وفاشن شو النهارده معانا في استاذ اسلام حشاد واستاذ ابراهيم علي مصممين الازياء اللي جايين لنا مخصوص من الاسكندريه. جاهز يا استاذ؟ جاهز. يلا بينا مزيكا. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. بزعلي قلبي تكبر بيها الغربي، وما تعرفني بلادي خدني 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 على بلاد. نسم علينا الهوى من مفرق
شارع شريف.